الآن طلبتنا هذا المثال راح نحكي in general يعني بشكل عام، بعد هذا الشرح راح يجي مثال تطبيقي بيوضح طبعا يعطينا قيم ونجد القيم المجهولة. هسه الآن هذا جدول، هو قلنا احنا بداية المحاضرة شو ينطينا؟ ينطينا جدول بها شنو؟ بها قيم X وما يقابلها الواي، ويعطيني فت قيمة هنا بين X ويقول لي ابحث عن صورتها، يعني ابحث عن الواي، عن المتغير الواي اللي يقابل هاي قيمة الاكس اللي هو انطاناها. يعني هو يعطيني جدول وينطيني قيمة اخرى لاكس، هذه الاكس يقول لي جد القيمة اللي تقابلها، يعني جد قيمة واي اللي تقابل هاي الاكس اللي طاناها، وقد تكون هاي الاكس يعني بين مثلا اكس 0 X1 أو بين الـ X1 والـ X2. فهسه هذه الجدول اللي أمامنا بثلاث نقاط، واحد، اثنين، ثلاثة. إذن الديجري مال بولونوميال إيش قد راح يكون؟ اثنين، لأن إحنا قلنا الديجري هو أقل من عدد النقاط بواحد، يعني إذا مطيك أربع نقاط فالديجري مال بولونوميال يكون ثلاثة. هنا مطيك ثلاث نقاط راح يكون الديجري مالتها إيش قد؟ اثنين. نكتب P of X طبعا للاثنين، هذه يشير الى انه الديجري مال بولونوميال جد اثنين، يساوي لنا الاي من الزيرو للان، الان قلنا جد هي اثنين لان الديجري هو اثنين، هو نفس الان يعني الان هو يمثل الديجري مال بولونوميال، فبما انه هو اثنين فاذا السميشن راح العداد يكون من الزيرو للثنين، L I of X Y I. بالنسبة لل نيجي نفتح هذا الصميشن، مو نكتب P 2 of X يساوي لنا، طبعا العداد يبدأ من الزيرو فصير عندنا L 0 of X Y 0، هذا الحد الأول. بعدين بالواحد راح يصير زائد، طبعا لأن صميشن راح يساوي لنا L 1 of X Y 1 زائدا L2 of X Y2. إذا فتحنا هذا الصميشن بهالشكل صارت ال P2 of X بهالشكل تساوي. هسا احنا هذا ال Y0 وال Y1 وال Y2 هي معطات، هذه قيمها، هذه قيمها، يبقى عندنا شنو؟ نبحث عن ال L0 of X وال L1 of X وال L2 of X، واللي احنا اعطينا الصيغه الرياضيه مالتها وتحدثنا عنها. طبعا هسه حتى to find لايجاد ال li of x using equation 2، من هي equation 2؟ هذا البرودكت، هذه هي equation 2. اذا احنا حتى نوجد ال li of x نستخدم هذه الايكويشن. طبعا ايضا تلاحظون انه بها L I of X، يعني نبدي ال I من الزيرو، نبدي بالزيرو، طبعا عندنا ال I 0 1 2، يعني بها يعني ناخذ ال I 0 وال I 1 وال I 2. ليش؟ لان احنا ايش نحتاج؟ نحتاج ال L 0 L 1 و L 2. زين الآن يجي شنو؟ نحسب الـ L0 of X باستخدام هذا الـ product. طبعاً الـ I شبيها 0، فإذاً هنا الـ J ما راح تظهر العداد 0، نشوف أنه راح ينطينا، يعني لأن احنا حاطين شرط أنه الـ J لازم ما يساوي لنا الـ I، وبما أنه أول خطوة الـ I 0 فاذا الجي 0 راح يعبر، راح اما ينتقل للواحد، فشوف انه هنا يبدي العداد بمن؟ بالواحد، الجي 1، فالجي 1 اكس ناقص اكس 1 على اكس 0، لان الاي قد احنا مثبتيها 0، اكس 0 ناقص الاكس 1 اللي هو هذا الحد. هسه بعد العداد بمن ينتهي؟ بالاثنين، احنا حسبنا مية الوان الواحد، هناش عندي اني برودكت، ف
فخلي علامة البرودكت، لو سميشن شخلي زائد، بس طالما هنا برودكت فخلي ضرب. الحد الثاني راح يكون بالتو اللي هي راح يصير اكس، طبعا هذا الاكس متغير وعندنا هذين يعتبرن ثوابت لان هاي قيمتين منين نجيبهن ايضا من الجدول، بس هذا شنو متغير اكس هذا وهذا شنو اكس ايضا، بينما الاكس 1 والاكس 0 والاكس 2 والاكس 0 منين نجيبهن؟ هذين نجيبهن من هذا الجدول منا، يبقى ان شنو هو هذا الاكس هو المتغير. زين واضحه؟ هسه ايش عندنا؟ ان الاي يساوي 1، هسه حسبنا الاي شنو؟ 0. نجي نحسب الاي يساوي 1، يصير ال1 اوف الاكس. هسه احنا هنا في البرودكت قلنا الاي الجي ما يساوي من الاي، يعني الجي بالزيرو ينحسب ما عندي مشكله، بس الجي بالواحد يعبره، المن يعبر للاثنين، فلهذا شوف انه اكس ماينس الاكس جي هي اكس زيرو، اكس الاكس اي اي احنا ايش قد منطيها؟ واحد، راح يصير اكس 1، والاكس جي اكس زيرو مضروب. افتح احسب الحد الثاني، الحد الثاني بمن بالواحد عبره لان عندي الاي واحد، لازم الجي ما يساوي لنا الاي، فاحسب من هو الاثنين، يصير اكس ماينس اكس جي ايش قد الجي؟ 2 اكس 2 على اكس 1 ماينس اكس 2. انتقل الان الى الاي اخير شيء، لان انا احتاج شنو؟ احتاج الى ال 2 اوف الاكس، اجي احسب اخير شيء الاي 2 ال 2 اوف الاكس اللي هي اكس ماينس اكس 0 على اكس 2 ماينس اكس 0 على مضروب، طبعا الاكس ماينس اكس 1 على اكس 2 ماينس اكس 1. هذا هسه ان جنرال حكينا. الان نجي الى اكزامبل تطبيقي لما ورد اعلى. سعدنا اكزامبل يوز لاغرانج انتربوليشن، استخدم لاغرانج للاندراج تو استيميت لتقدير الواي اوف 1.22، يعني هنا يريد قيمة الواي عند هاي الاكس، اذا هاي الاكس هي المعطاة ويريد قيمة الواي عند هاي الاكس. اذا علمت انه الواي اوف 1.2 يساوي لنا هذه القيمة والواي، طبعا هذه هي قيم الاكس، يعني انت شد سوي جدول بالبداية، طبعا هذه شو تمثل؟ هذه تمثل قيمة الاكس، تجي تخليه ايش قد يقابلها؟ هاي قيمة الواي، تجي على الثانية هاي قيمة الاكس وهاي قيمة الواي، يعني هاي قيمة اكس وهاي اللي يقابلها قيمة واي، هاي قيمة اكس وقيمة واي اللي تقابلها. فشوف انه تكتب انت تسوي جدول، طبعا الاي هي 0 1 وعندك الاكس وما يقابلها الواي بالشكل. هو شو منطينا؟ منطينا شوف هنا الاكس تقع بين ال 1.2 وال 1.3 اللي هي قيمتها 1.22، هذه شو تمثل؟ هاي تمثل قيمة الاكس. شو يريد من عندي؟ يريد من عندي قيمة الواي اللي هي طبعا صورة هذا الاكس الواي، يعني يريد من عندي قيمة الواي اللي تقابل هاي الاكس اللي هي 1.22 اللي هنا تقع، واضح؟